سياسة الحوسبة السحابية تأتي متسقة مع خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لرؤية كويت جديدة 2035. شركة أمازون تعتبر من أكبر شركات الحافظة للمعلومات، بدأت عملها في منطقة الشرق الأوسط في أول تواجد لها في مملكة البحرين الشقيقة، والآن هناك تعاون كبير بين دولة الكويت وشركة أمازون من خلال توقيع مذكرة تفاهم اللي تم توقيعها في شهر 9 بحضور سيدي صاحب السمو في واشنطن، وبدأ فريق العمل منذ ذلك التاريخ على متابعة تفعيل هذه المذكرة، والآن ننتقل إلى مرحلة أخرى من أعمال هذه المذكرة من خلال تواجد شركة أمازون في دولة الكويت. المجالات كثيرة، أهم مجال اللي هي سرعة وتسهيل ما يسمى الحكومة الذكية بتواصل جميع الجهات في مكان واحد، وكذلك سهولة استخدام التطبيقات الحديثة، وأهم هذه التطبيقات الآن من خلال الذكاء الاصطناعي وكذلك ما يسمى بالإنجليزي اللي هو البلوكتشين. خطط لتبني تقنيات أمازون ويب سيرفيسز السحابية لحماية النطاقات الحكومية KW من الاختراق وتسريع الوصول للمحتوى والخدمات الحكومية بصورة آمنة. مرحبا، أنا تريزا كارلسون من شركة أمازون ويب سيرفيس، ويسعدنا وجودنا هنا في دولة الكويت اليوم، حيث عقدنا اجتماعات مع مسؤولين حكوميين برئاسة معالي رئيس الوزراء، وتحدثنا عن أهمية التحول الرقمي والحوسبة السحابية وأهمية تبني دولة الكويت لسياسة الحوسبة السحابية أولا، التي قامت بتطويرها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وساعدنا بدعمه. وتأتي أهمية هذه السياسة بالنسبة للكويت أنها سوف تمكن الحكومة من التحرك بشكل أسرع في عمليات التحول الرقمي ومشاريع الحوكمة الإلكترونية، داعمة بذلك رؤى الكويت 2035. وتحرص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على تبني التحول الرقمي وتمكين استخدام التقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنظيم وتطوير القطاع العام. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.